تفتكر أهم أسباب الإصابات حصلت خلال الفترة اللي فاتت مجموعة من اللاعبين، حمدي فتحي، سعد سمير، كريم نيدفيد اللي بقاله فترة، محمد محمود، كذا كذا كذا. حمدي فتحي اعتقد اتصاب مع المنتخب الوطني بالظبط، كان حركة غلط عملها وجاله رباط صليبي، وده كرة القدم، دي كرة القدم لازم نقبلها. محمد محمود رجله لفت برضو وحصل له إصابة في الملعب، وده برضو بتحصل، يعني ما اقدرش نقول دي حاجة بسبب الإعداد البدني للعيبة. يعني احنا عندنا إصابات عضلية قليلة جدا، وحتى ما بيحصل إصابات دي ده جزء من القدم، كرة القدم لازم نقبله، ده بيحصل لأي لعيبة في الدنيا. عندنا ماتشات في الدوري وماتشات في أفريقيا وماتشات في الكاس لعبناها، وفي لعيبة برضو كانت بتلعب مع المنتخب الوطني، ودايما في ضغوط سواء في ماتشاتنا مع النادي الاهلي او ماتشات مع المنتخب الوطني، ضغوط على اللاعبين، ودي برضو بتساعد على الاصابه. انا مش عايز اقول اقارن عدد المصابين عندنا بالانديه الثانيه، مالناش دعوه بالانديه الثانيه ولا حتى نتكلم عن المصابين في اوروبا، بس اعتقد ان احنا اللعيبه بتاعتنا لعيبه جاهزه بدنيا، والاصابات اللي بتحصل دي حاجه المفروض نقبلها، بيحصل في كل أندية العالم. في الأول كان هناك انتقاد للروتيشن اللي بيعمله كل شوية فايلر، لكن بعد هذه الإصابات وبعد المباريات المضغوطة الناس بدأت تسقف وبتقول إن الروتيشن اللي كان معمول هو اللي كان صح. أنا أعتقد ده اللي عملناه فعلا من الأول خالص، توقعنا إن ده يحصل، إن بنعمل روتيشن. سياسة التدوير اللي عملناها من أول ما جينا علشان لو حصل أي إصابات أو أي غيابات يبقى اللعيبة الموجودة جاهزة. يعني كل اللعيبة الموجودة تقدر تحافظ على الإيقاع، على الفرقة تخش معاهم في الإيقاع، وعشان أكيد في وقت من الأوقات لازم هيحصل الإصابات، مفيش فرقة ما بيحصلش فيها إصابات وما بيحصلش فيها غيابات، ففي حالة الغيابات مش هيبقى عندنا أي مشكلة تؤرخنا. في الوقت ده تحديدا طلع كلام، خلي بال حضرتك أنا باخد كل ما يحدث أو ما حدث خلال الفترة اللي فاتت، اتقال إن هناك اختلافات شديدة ما بين الجهاز الفني والجهاز الطبي، ايه رايك في هذا الكلام؟ لا مفيش مشكله بينه وبين الجهاز الطبي، لكن تعرفين برضو في اوروبا بيحصل ده. انا متذكر كويس جدا مره في بايرن ميونخ كان حصل، طبعا احنا عارفين الاطباء اعلى مستوى في بايرن ميونخ، طبعا من افضل دكاتره في العالم، وكده عندهم مشكله برضو، والاعلام قال في مشاكل بين الجهاز الفني وبالجهاز الطبي. احنا اتصال شبه يومي بالجهاز الطبي، افراد الجهاز الطبي في النادي، طبيعي ان يكون في لعيبه بالوقت التالي، بس دور الجهاز الطبي ان هم يرجعوا في اسرع وقت، لان المفروض برضو بيشتغلوا معاهم عضليا ونفسيا وبدنيا، جميع العوالم عوامل تكون المفروض تكون جاهزه عشان يرجع. احنا بنتكلم على طول اتصال دائم بدكتور خالد محمود، وبصراحه هو بيسمع بيقبل الملحوظات مننا وبيسمعنا، هو راجل متفتح ذهنيا، واعتقد الوضع ده وضع اللعيبه كلها مش بس المصابين، مطمن عليها كل لعيبه الفريق. طيب خلينا ننتقل الى الاعارات بدايه، خلينا ننتقل الى واحد من اهم نجوم الفريق، وليد ازارو. هل سبب اعاره وليد ازارو سبب فني ولا لان حصل مشكله ما بينه وما بين الجهاز الفني في وقت من الاوقات؟ طبعا فقط لاسباب فنيه بحته، احنا بنفكر بس بنقيم الناس من الناحيه الفنيه. في فريقنا بنحب دايما يكون مثلا لعيب زي اليو باجي، علشان اداؤه مناسب لينا فترات كتيره من اللعب، اسلوب لعبه بيناسب لعب الفرقه اكتر. مع بادجي بنلاقي حلول كتير فنيا، لعيب شاب المفروض طبعا يحسن حاجات فيه لسه عشان يوصل لاعلى مستوى، لكن بالنسبه لنا احنا مثلا لعيب زي بادجي ممكن يكون لعيب مهم بالنسبه لطريقه لعبنا، مناسب لطريقه لعبنا اكتر. طبعا مستوى المهاجمين بقى مستوى عالي في النادي الاهلي، وطبعا لازم عشان اللعيبه كلها المهاجمين كلهم مستوى عالي عشان تكسب مكانك في الفريق لازم تبذل مجهود مضاعف. طيب كيف تقبلتم رد فعل وليد ازارو لما مش هيلعب طلع شاط بتاعه اتكلم وعمل، كيف تقبلتم هذا الموقف؟
طبعا في كوره احنا كلنا لعيبه كره قدم سابقين وعارفين عارفين ان اي لعيب ما بيلعبش طبعا مش هيكون مبسوط ابدا. كل لعيب عايز يكون اساسي موجود في الملعب طول الوقت. طبعا كل لعيب من جواه في قناه نفسه عايز يلعب على طول، ما يقبلش انه يقعد على الدكه او ما يبقاش موجود في ال 18، وده جزء من قانون لعبه كره القدم. للاسف احنا قانون كره القدم بيسمح لك تلعب 11 بس، مش ممكن تلعب اكتر، يا اما كنا لعبنا لعيبه كلها عشان نرضيها. ففي الاخر لازم نعمل خيار، لازم يعني نختار 11 لعيب بس. طبعا لازم نعمل الخيار ده، واللعيبه التانية اكيد مش هتكون مبسوطه اللي مش هتكون في ال 11 اللي في الملعب. طبعا عشان تستحق مكانك في ضمن 11 لازم تبذل مجهود مضاعف عشان تستحق انك تكون موجود، خصوصا كمهاجم نادي الاهلي. طيب. وده بيحصل في كل الانديه مش بس النادي الاهلي. بالنسبه لصلاح محسن، لماذا قبل الجهاز الفني اعارته لسموحة؟ بالنسبه لصلاح محسن في الفتره دي كان افضل حل لعيب شاب زي صلاح محسن ان ياخد خبراته ويلعب، صح، وكان فرصه مشاركته ما كانتش كبيره، لكن يقعد على الدكه وما يشاركش لا لا كويس، لا بالنسبه له ولا بالنسبه للفريق ولا بالنسبه للنادي حتى. فشفنا نوديه يطلعه نادي بره ياخد زمن لعب اكتر ويسجل اهداف وقيمته تكبر كلعيب ويزداد فنيا وينضج فنيا اكتر. كويس جدا. طيب بقيه المعارين مثلا زي عمر حمدي، احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، ناصر ماهر، بقيه الاسماء طبعا بالكامل بتابعوها؟ احنا بنتابعهم على طول بانتظام. بنتابع كل اللعيبه. واللعيبه كلها كويسه، واعتقد لعيبه كويسه في النادي الاهلي لما راحوا كان ليهم برضه قيمتهم الفنيه في الانديه اللي راحوا لها، واحنا اعرضناهم عشان يلعبوا. ولازم برضه نفكر في حاجه مهمه نحطها في اعتبارنا، ان النادي الاهلي نادي كبير. عشان تاخد مكانك لازم تبذل مجهود كبير. مكان اساسي في النادي الاهلي ده حاجه قيمه، قيمه كبيره. انك تستحق القيمه دي لازم تبذل خساره جهدك. فبالتالي بالنسبه للعيبه ما بتلعبش شايف ان افضل فنيا ان تديهم زمن لعب في انديه ثانيه ياخدوا خبرات واحتكاك لما يرجعوا يصنعوا الفارق معاك. وبرده فرصه احنا نراقب اللعيبه نشوف مين اللعيبه الكويسه ومين اللعيبه اللي المفروض تشتغل على نفسها اكتر، وبتدينا فرصه ان احنا نحكم عليهم من خلال لعب في مباريات رسميه في الدوري العالمي. طب هل اتخذتم قرار بعوده حد ولا لسه؟ احنا لسه القرارات دي، لان احنا لسه في نص الموسم. احنا بنتابع اللعيبه كلها، كل لعيبه دي بنتابعهم بشكل يومي تقريبا، ولازم المتابعه لغايه اخر الموسم عشان ناخد القرار بشكل كامل او بشكل صحيح.